السلام عليكم طلاب الصف السابع في أكاديمية التطبيقات الذكية. بدأنا المرة الماضية في مادة العلوم، تعرفنا عن الحموض، تحدثنا عن أهم خصائص الحموض وأثر المطر الحمضي في الصخور، وتعرفنا على استخدامات الحموض إن كانت طبيعية أم إن كانت صناعية. نبدأ الآن بالقواعد. خصائص، نتحدث أولا عن خصائص القواعد. أولا، القواعد هي عبارة عن مركبات. هاي المركبات إذا استطعنا تذوقها، إذا كانت مركبات، إذا كانت قواعد طبيعية استطيع تذوقها، فبيكون طعمها مر. ملمسها، إذا قمنا بلمسها ملمسها صابوني. محاليلها بتوصل التيار الكهربائي وتغير لون ورق التفاح الشمس الحمراء إلى اللون الأزرق، والزرقاء تبقى زرقاء. اربط يا سابع. قواعد في حرف القاف واللون الأزرق في حرف القاف. القواعد بالآخر يجب أنها تكون لون ورق التفاح الشمس اللون الأزرق. القواعد دائما يبدأ اسمها بهيدروكسيد، مثال هيدروكسيد صوديوم، هيدروكسيد الكالسيوم. الآن نتحدث عن استخدامات القواعد والقواعد الصناعية. تستخدم هذه القواعد في صناعة مواد التنظيف، مثل هيدروكسيد الصوديوم بدخل في صناعة الصابون. لاحظ هاي عندنا، هاي مواد التنظيف. عندنا قاعدة أخرى صناعية، هيدروكسيد الكالسيوم تتم إضافتها إلى التربة عشان تحسن إنتاج المزروعات. إذا هاي قاعدة أخرى. الآن يا سابع، المعدة من أجل أنها تقوم بهضم الطعام تنتج حمض اسمه حمض الهيدروكلوريك. زي ما إحنا شايفين هاي صورة للمعدة وفيها كمية كبيرة من حمض الهيدروكلوريك. قد يشعر الشخص بزيادة الحموضة بطعم بحموضة للمعدة، يعطي شعور سيء. فكيف ممكن نقلل حموضة المعدة؟ بتناول أقراص مضادة للحموضة. هاي الأقراص تحتوي على قاعدة، وهي قاعدة اسمها هيدروكسيد المغنيسيوم. إذا من أجل تقليل حموضة المعدة بيتم تناول أقراص معادلة حموضة المعدة، وهي الأقراص تحتوي على هيدروكسيد المغنيسيوم. لاحظ عشان نقلل الحموضة بتناول أقراص تحتوي عكس الحمض اللي هي القاعدة عشان تعادل الحموضة وتقلل الحموضة في المعدة. إذا بهاي الحالة اللي هي الأقراص، المواد مضادة للحموضة، مواد عبارة عن قاعدية تتفاعل مع الحمض اللي موجود في المعدة وتقلل من تأثيره، فبالتالي بخفف من أعراض سوء الهضم في المعدة. هيك بكون أنهينا القاعدة خصائصها. راح أبعث لكم تلخيص كتابته على الدفتر بخصائص القواعد، وبعد هيك بنحل أسئلة الدرس. يعطيكم العافية. سابقا.